سكين كفى اوكي تجيب 1000 شهر 1000 يقول احط صبي اخوان داود الفيديو على الله. السلام عليكم الدراري، معكم مازال الحمد لله في فيديو جديد. الوغ قبل ما نبداو الفيديو كنبغي نشكركم على التفاعل والتحدي اللي كنا درنا في الفيديو الاخر هذه يومين ولا 3 ايام اللي كنا درنا فيه يعني 1000 لايك في 24 ساعه. فتنا 1000 لايك في 24 ساعه، كنبغي نشكركم على التفاعل. وبالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا لاشين دير سبسكرايب اكتيف النوتيفيكاسيون، بالنسبه للناس اللي ديجا مابونين غير اكتيف النوتيفيكاسيون باش هكا يبقى يوصلك ديما جديد وتفرج في القديم راه غتلقى فيه معلومات اللي مفيده. وغير باش نوضح الامر، عندي واحد الاقتراح بعدا قبل جوج اقتراحات، يعني كنا اتفقنا ان نديرو سيري في رمضان، الوغ ان شاء الله غادي تكون سيري في رمضان. اتفقنا على لايف قريب غادي نبدا لايف، غندير لكم بوبليكاسيون هنا في يوتيوب يعني على التوقيت، وغادي نذكر حتى في الفيديو الجاي يعني التوقيت اللي غنبقى ندير فيه لايف، غالبا يكون مره في الاسبوع غالبا، ما غادي نتواصل معكم باش نقول لكم الجديد. حاجه اخرى، عندي لكم واحد الاقتراح واعر بزاف، باش كنقول واعر واعر ديال بصح في النهايه ديال الفيديو، يعني الا كان تفاعل غادي نطبقوا 100%، الاقتراح غادي يعجبكم وغادي يفيدكم بشكل مباشر. لما كنقول تفاعل باش تفهموا الاخوان، انا عندي الدراري كيمونطوا معايا، يعني كاين واحد العامل كاين واحد الجهد، هما راه ما كنخلصهمش بالله يرحم هما الدراري كيشي راه ما كنخلصهمش بالله يرحم الوالدين، يعني مجهود شخصي وشمتيني. ولذلك انا ما كنطلب مساعدات ماديه، ما كنقول دير كونت باترين ولا شي حاجه، انا حاجه وحده هي التفاعل. علاش؟ لان حتى هما كتزداد الثقه ديالهم فيك ملي كيكون تفاعل. داكشي علاش لايك وشير، وغادي يعجبك ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. تحياتي لكم، السلام عليكم. كبري دخله خفيفه زوينه هذه. You can't tell me any different. You knew rappers cool, but you far from competition. The best white rapper to emerge since 9/11. Semi-suicidal beats, I get them all into heaven. I got some poet demand. وعدي اليوم كان وعدك انه غتستافد منه بزاف وغادي يفيدك الا كنتي في الرياضه ديال كمال الاجسام، واللي هو الكارديو. الوغ الكارديو غادي نشرح لك عليه اهم الاشياء شنو، كيفاش كيحرق الدهون، يعني كيفاش تقدر دير به زياده ربح عضلي، كذلك كيفاش غادي يساعدك في هذه الرياضه بصفه عامه. وخديت يعني نصيحه منكم بزاف، يعني بزاف اللي صيفطوا لي نصائح قال لي خويا مازين عافاك بقى دير لنا امثله تطبيقيه، يعني ماشي غير شرح باش نفهموا حنا، مزيد امثله. الوغ تبعوا معايا وركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو، هذا غادي نشرح لكم الفوائد ديال الكارديو اللي غادي يحفزك انت تولي دير كارديو اولا، وملي تولي دير كارديو تعرف شنو كيوقع. عرفتي راه النيفو ديال التحفيز كيطلع ملي كتكون عارف انت الجسم ديالك شنو كيوقع فيه، مثلا راه فيه واحد حرق دهني وكلشي. الوغ غادي نشرح لك شنو كيدير الكارديو، ومن مور ما نشرح لك شنو كيدير الكارديو غادي نشرح لك كيفاش ديرو في التدخين، غادي نشرح لك كيفاش ديرو في التنشيف، وغادي نشرح حتى بالنسبه للناس الاكتومورف كيفاش يتعاملوا مع الكارديو باش يديروا حرق دهني زياده عضليه، كلشي غادي توضح لكم، تبعوا معايا. الوغ شرح بعدا بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش شنو هو كارديو، حيت كاين اللي ما عندوش هاد لانوسيون ديال الكارديو شنو هي. الكارديو هو اي عمليه غادي تخلي تسارع في ضربات القلب وواحد الضخ ديال الدم بشكل اكبر في الجسم، يعني سواء جريتي، سواء درتي الحبل، سواء درتي السباحه، اي حاجه اللي غتسمح بهاد العمليه هذه فانت كتكلاسيها كارديو. كنتمنى ان الامر يكون واضح. اول فائده الكارديو اللي غادي نهضروا عليها وهو ضخ الدم، تزويد ضخ الدم. وانت العربيه يا صحيفي العربيه. علاش ضخ الدم مفيد؟ لانه اي حاجه كناكلوها، وانا غادي نوضح لك، خديتي بروتين، خديتي كربوهيدرات، خديتي فات، اي حاجه بعد التحليل ديالها او بعد الاكسده ديالها او التحول ديالها في الجسم فغادي تمر في الدم باش توصل للعضله ديالك. الوغ بالعقل، اذا كان عندك واحد تدفق الدم اكبر وواحد ضخ الدم داخل العضلات ديالك بواحد الشكل كبير، فانت 100% راه هذه كتشوف فيها غادي تستافد بشكل افضل. يعني انت الا كنتي كدير كارديو فانت كتحفز الجسم وكتولفوا انه يكون عنده واحد ضخ الدم للعضلات بواحد الشكل كبير، الشيء اللي 100% غادي يؤدي ان العضلات تستافد بواحد الشكل كبير من جميع دوك المواد ديال القيت اللي كتدخل نتايا من خلال اليوم ديال كامل في هذوك لي بلون ديال التغذيه اللي على النهار كامل ديالك. الوغ ثاني حاجه الحساسيه ديال الانسولين. علاش الحساسيه ديال الانسولين مهمه؟ وانا باش ما تقولش كندخل عليك معلومات علميه ولا كنزرب عليك، انا غادي نوضحها لك، قول ما كنترجلش. الوغ الحساسيه ديال الانسولين هو ان الجسم كيستعمل قيمه صغيره ديال الانسولين باش كيقدر داكشي اللي كتاكل اخويا انت يخبيه على شكل طاقه، سواء جلايكوجين كبدي او جلايكوجين عضلي. مهم بالعربيه كيهز ديك الطاقه اللي كتاكل انت وكيخبيها، يعني كيدخلها لداخل الخليه العضليه ديالك، وكذلك الا كانت واحد الكميه زايده كيدير على شكل دهون. الوغ انت الا كانت عندك حساسيه للانسولين، يعني الجسم ديالك كيستعمل اقل نسبه الانسولين، كتولي عندك احتماليه ديال تخزين الدهون بشكل قليل. عكس الا كانت عندك مقاومه، الا كانت عندك مقاومه للانسولين يعني الجسم خاصو يولي
يفرز انسولين على مراحل كثيره ويطلع لي بيك انسولين، يعني غادي يخزن لك كطاقه ولكن غادي يخزن لك كدهون بشكل كبير، وكتولي عندك واحد الصعوبه في حرق الدهون. بينما الا كانت عندك واحد الحساسيه للانسولين فعندك احتماليه ديال حرق الدهون واحتماليه ديال انك ما تربحش الدهون اصلا بشكل كبير الا كنت في مرحله التدخين. يعني للتبسيط، الكارديو كيرفع من نسبه الحساسيه للانسولين، بمعنى انه كيرفع من النسبه ديالك في الحرق ديال الدهون، ولكن انت مثلا في مرحله التضخيم فكيرفع الاحتماليه انك تربح اقل كميه ديال الدهون. وكنتمنى تكون وضحتها، يعني دزنا من الجانب العلمي يعني الجانب تفسير مبسط، كنتمنى تكون وصلت الفكره في هذه. سالينا هذه بسيطه وحلوه الوغ. ثالث حاجه تحليل الاحماض الدهنيه، بمعنى انك لما كدير الكارديو ولا في التمرين ديالك بصفه عامه فالجسم ديالك كيقلب على مصادر ديال الطاقه من بعد المصادر اللي جبتيها انت من الكربوهيدرات اللي هي الجلايكوجين اللي كتكون في العضلات ديالك، كيقلب على مصادر شنو هي ثاني مصدر من بعد هذيك الطاقه اللي كتكون عندك في العضلات ديالك وهي الدهون. فهو كيساعد يعني في النقل بواحد العمليه كتسمى لاليبوليز، يعني تحليل الاحماض الدهنيه، يعني كينقل هذيك الدهون اخويا اللي عندك انت في الجسم ديالك لبعض منها وكيقوم بالاكسده ديالها والاستعمال ديالها كطاقه. يعني انت لما كدير الكارديو كترفع من النسبه ديال هذه العمليه هذه ديال الاستعانه بالفات كطاقه، يعني بصفه عامه في التدريب ديالك سواء في الكارديو او حتى في التدريب ديالك. وراه ملي غادي نوصل للشرح ديال كيفاش تجري سواء في التضخيم سواء في التنشيف سواء في الاكتومورف غادي نبسط لكم هذه القضيه وغادي تفهموها 100% بوضوح. الحاجه الرابعه وهي زياده كميه الاكسجين، وباش تعرف الدور ديال الزياده ديال الكميه، يعني الكارديو كيساعد في انك تخدم بواحد نسبه الاكسجين اكثر من المعتاد في الدقيقه، يعني في الدقيقه كيولي عندك واحد الكميه ديال استعمال الاكسجين بصفه اكبر. ولما كيتزاد النسبه ديال الاكسجين كن متاكد حتى انه حتى النسبه ديال الاستشفاء غادي تكون اسرع، حتى يعني داك التخمر اللبني اللي كيكون في العضلات كيولي واحد الاستشفاء منه بواحد الشكل اسرع، يعني بواحد معدل معين، ما نقولش 100% ولكن بواحد معدل معين. كذلك زياده الخلايا ديال الميتوكوندريا واللي الدور ديالها اساسي سواء في التكوين ديال الطاقه عبر الاكسجين او بالاكسده ديال هذيك الدهون اللي سبق لي هضرت عليها واستعمالها كمصادر طاقه. بمعنى باش ما نحمقوش راسنا انه لما كتستعمل بالكارديو فانت كتزيد واحد عدد الخلايا وكتزيد تدفق الاكسجين للدم في الدم للعضله بشكل كبير، يعني 100% كتساعدها بشكل او باخر في التطور. باش نشرح لك، راه ماشي هذا العامل اللي غادي يطورها ولكن تجمع هذه العوامل مثلا بربعه اللي هضرنا عليهم غادي يمكن واحد التطور جد مهم، وانا غادي نوضح لك في البقيه ديال الفيديو كلشي. صافي سالينا دابا باغي نشرح لهم في التدخين في التنشيف والاكتومورف. الو دابا وصلنا للمرحله التطبيقيه، غادي نشرح لك يعني كيفاش غادي دير الكارديو وباش غادي يفيدك انت سواء كنتي في التدخين في التنشيف او الاكتومورف، وغادي نوضح لك الامر. الو الا كنتي في التدخين هنايا غادي دير الكارديو ثلاثة مرات في الأسبوع جد كافية، يعني من مرة لثلاثة مرات. إلا غادي تقول لي ما غنديرش تدخين ما غنديرش كارديو عفوا يعني في المرحلة ديال التدخين فأنت كتضيع وقتك. علاش؟ لأن لما غتكون في التدخين بكون متأكد أن العامل الأولي اللي غادي يساعدك في تطور العضلة ديالك هو الكارديو. أكيد كاين شروط لهذا الكارديو، شنو هما؟ هما أنهم غيكونوا بريتم ريغولي، يعني غادي تمشي بواحد المستوى اللي ما يطلبش منك واحد الشدة عالية، يعني تمشي بشي تفولي هروالة، يعني واحد المستوى اللي أنت تقدر تمشي به واحد المدة. مثلا 20 دقيقة ثلاثة المرات في الأسبوع، 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة، تقدر تمشي حتى نص ساعة بواحد المستوى جد عادي. هنا كون متأكد أن إلا كنتي محترم جميع العوامل غادي يكون عندك مستوى ديال التقدم ديالك والتطور العضلي جد 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 مهم، وغادي يساعدك الكارديو بزاف. وشنو هو العامل الثاني الأساسي في هذه المرحلة؟ هو أن الاحتمالية ديال الربح ديالك ديال الدهون بصفة كبيرة غادي تقل بواحد النسبة اللي جد مهمة. يعني بالكارديو شنو سمحتي لراسك في مرحلة التدخين؟ جوج أشياء، أنك تربح دهون بصفة قليلة وتوصل يعني المواد الغذائية الطاقة البروتين أي حاجة للعضلة ديالك بصفة أكبر. يعني ما كنظنش أن شي واحد ما كيتمناش هذه القضية في هذه المرحلة، ولأن أنا مني في الماضي وبزاف ديال الناس كيوصل لاماس كيدير قطع لي زابدو كيقطع الكارديو. ما تقولوش يا الاخوان ما كديروش هذه القضيه، بزاف اللي كيديروها. الور من ناحيه التدخين انا وضحت لك المساله بسيطه واضحه اخويا واضحه. ها دابا غادي نجيو للتنشيف. اول حاجه الا كان خاصك نظام غذائي في التنشيف ولا في التدخين ادخل ها هو الفيديو هنايا غادي يوضح لك المساله بشكل جيد 100%. اما الان الكارديو في التنشيف كيفاش غادي يكون؟ الكارديو في التنشيف عندك انت ثلاثه اختيارات، تقدر ديرو في الصباح اجوني يعني قبل ما تفطر
انت حر. وانا نوضح لك كل حاجه، تقدر ديرو من بعد التدريب ديالك وتقدر ديرو من قبل التدريب ديالك. بمعنى الا درتيه من مور التدريب ديالك، وانا غادي نقول لك علاش الناس كيقول لك ديرو مور التدريب ديالك، هذا على اساس انك اثناء التدريب ديال كمال الاجسام غادي تستعمل كاع مصادر الطاقه اللي جبتي من الكربوهيدرات واللي كانوا في العضله ديالك. لذلك في النهايه ديال التمرين ديالك كيكون بدا كيسالي ديك المصادر اولا سالات، فكتستعان يعني بالفات بالدهون كمصادر طاقه، الشيء اللي شرحناه. فكيقول لك جيب الكارديو مور الحصه، باش الكارديو غادي يكون هو المصدر المحفز الاول لاستعمال الدهون كطاقه. هذه الحاله الاولى. ولكن واش هذا كيمنع اني نديرو في مراحل اخرى؟ لا. مثلا قبل الافطار فانت غادي تحفز كذلك يعني انك تستعمل واحد يعني واحد النسبه ديال الدهون كطاقه، هذا حتى هو عامل. الو راه تقول لي علاش غنديرو انا قبل التدريب؟ انا عطيك في الحاله ديالي كنديرو قبل التدريب. علاش؟ لان ما نقدرش نجري من مور لونطريمون، كتجيني صعيبه بزاف فريمون، كتكون مصدر الطاقه ديالي ماشي غير سالات، ولكن حتى النفسيه ديالي ما كتبقاش مفتوحه يعني انني نقدر ندير كارديو. ولكن الاستثناء في هذه الحاله هو انني انا درت كارديو قبل التدريب كنحس بعندي نشاط، وما كنحسش كاع في تدني في نسب الطاقه. يعني باش ما تصدعش راسك، الا انت قادر تجري قبل التدريب وما كتحسش بتدني بنسب الطاقه في التدريب ديالك، سير الله يسهل عليك، بدا ما كاين حتى مشكل. بغيتي ديرو مور التدريب ديرو، خصوصا الا عندك واي، كنصحك الا عندك واي ولا بيسه في حاله تكونوا متواجدين، من مور ما تسالي كمال الاجسام التدريب ديالك شربهم عاد دير كارديو ديالك. كنتمنى تكون مساله واضحه. كذلك الصباح الا كان عندك بيسه اولا عندك واي تقدر تاخذهم عاد تمشي تجري، اولا واحد فيهم يكون كافي. كنقول لك في حاله كان عندك، ما كانش عندك فاستمر في الامر كيف ما على حسب الظروف اللي مواتيك نتايا. انا وحاولت نوضح لك، خاصك تعرف ان في هذه الرياضه ما كاينش علم قائم بذاته، كاين علم تجريبي. يعني كل انسان واش كيجي معاه. انا مثلا جربت كنلقى ان اكثر وقت ملائم ليا هو قبل التدريب. المهم انا حاولت نوضح لك يعني في مرحله التنشيف كيفاش غادي يكون. وتقدر يعني في مرحله التنشيف ضيف كارديو اش اي تي الا بغيتي. كذلك كارديو اش اي تي ها هو فيديو اللي فيه التفسير كامل. كارديو اش اي تي هو انك تبقى ترفع المستويات ديال الجري ديالك وتهبطهم، اولا الا كنتي في الحبل تبقى ترفع المستوى يعني ديال القفز ديالك وتهبط، اولا اي حاجه كدير هكا كتحفز الجسم انه يحرق دهون بشكل كبير. ولما غتدخلوا الفيديو اللي خليته لكم هنايا ف 100% غادي تفهموا الكارديو اش اي تي بطريقه سليمه. بالنسبه للمده ديال الجري تقدر تكون من 3 حتى ل 5 المرات. المده ديال الجري اللي درتي اش اي تي تكون 12 دقيقه، درتي الهروله عاديه فتكون ما بين 20 حتى نصف ساعه. صافي بقى غير الاكتومورف وسليم. بالنسبه للناس اللي هما اكتومورف، انا غادي نعطيك واحد النصيحه اللي تقدر تجيك غريبه. تقدر تكون انت اكتومورف وملي كتبغي تدخل لاصال او تدرب كيقول لك بنادم تجنب الكارديو. ثق بيا هذا هو اكبر خطا تقدر ديرو. علاش؟ الكارديو لما كتعتمدو انت كاكتومورف، وهذه نعطيها لك نصيحه شخصيه ونصيحه معرفيه عن طريق بحث وعن طريق الجري، هو انه كيمنح لك واحد الرغبه في الاكل. انا كنقول لك واحد المده كنت يعني في برا، راه ما عرفت الناس اللي متبعيني في انستغرام، وراه تلقاو الانستغرام ديالي غيتافيش هنا بالنسبه اللي بغاو يتبع الناس اللي بغاو يتبعوني. فكنت كنجري المده ديال 3 مرات، ثقوا بي ان الرغبه في الاكل كتزاد بزاف لما كتكون كتستعمل الكارديو. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه كيولي التوصيل ديال المواد الغذائيه للعضلات ديالك بشكل كبير. يعني الا كنتي اكتومورف ما تجنبش الكارديو، هذه خذها من عندي نصيحه كاخ، يعني ما تجنبش الكارديو، استعمل الكارديو غير هو كيف ما قلت لك، غتستعمل به في واحد المده قصيره وغتستعمل به يعني ماشي بشده عاليه بزاف، يعني غادي ديرو بشكل تستافد منه. يعني الا كنتي انت في التنشيف وكتسعى لواحد الحرق ديال الدهون غدير كارديو اش اي تي، او غادي تدير كارديو تقدر تخلط ما بين كارديو اش اي تي وهروله عاديه ما بين 3 حتى 5 المرات. كنتي كتسعى لانك ما تربحش دهون بصفه كبيره لانك انت في مرحله التدخين، فثلاثة المرات في الاسبوع 20 دقيقه في كل مره غتكون جد كافيه. يعني كنتمنى ان الموضوع يكون تبسط، كنتمنى ان الفكره ما تكون توصلت 100%، ما كانت وصلت بزز عليها مره اخرى توصل. تحياتي لكم. الو الدراري، الاقتراح اللي قلت لكم واللي وعدتكم به واللي قلت لكم ان شاء الله غادي يفيدكم هو هذا. حنا 100% غادي نوجدوا سيري قبل رمضان، يعني قبل رمضان غادي نكون غالبا في الاسبوع الاول ديال رمضان تسليت كاع الفيديوهات، سواء كلهم اللي غنكون موجود على رمضان، سواء من ناحيه التدريب قبل الافطار بعد الافطار، سواء التغذيه، سواء التنشيف. يعني لا سيري ديال رمضان غتكون سالات 100% سواء مع البدايه ديال رمضان سواء في الاسبوع الاول ديال البدايه ديال رمضان. فهمتوني؟ الوغ انا بغيت نقترح عليكم انه غادي نبدا في رمضان، مادام تكون رمضان غادي يكون هضرنا على كل شيء اللي كيهم رمضان، نقدروا نبداو سلسله ديال التدريب. يعني غندير معكم سلسله فيها جميع العضلات. بزاف ناس هضروا عليا الموليات، عضلات السمانه، يعني انا كنقترح عليكم نديروا العضلات ديال الفخذ، البيسبس، تريسبس، تشيست، الكتف، العضلات كاملين. كل حلقه
العضله نبسطوها بطريقه الشرح ديال العمل ديالها. غنكون معكم في لاصال، نحاول ندير لكم فلوغ اللي غيكون فيه شرح مبسط. يعني الدراري الا نتوما عندكم رغبه انكم تشوفوا سلسله بحال هذه، وكنوعدكم انكم تكون مفيده، حاجه واحده اللي غادي نقول لكم هو تفاعلوا، نتفاعلوا في هذا الفيديو هذا. علاش؟ لان حتى الناس اللي خدموا معايا في المونتاج كيحسوا بانهم لا خدموا، راه كاين واحد المصدر ديال التفاعل اللي غيكون معه تقدم. داكشي علاش الا عجبتكم هذه الفكره الفكريه باش مني خرجت هذه. الو الا عجبتكم هذه الفكره هذه تفاعلوا معايا في لي كومونتير، اعطيوني واش بغيتوا بعدا، واش عجبكم الفكره انه تكون سلسله ديال التدريب باش هكا كذلك نبداو في التصوير ديالها. وكذلك اي حاجه عندك تعقيب، عندك واحد النقد بناء عليا على طريقه التقديم ديالي على الفيديوهات اولا مواضيع اللي باغيها، المواضيع ما توقفوش، ديما عطوني مواضيع، ديما زيدوا ذكروني، راه انا انسان يعني بعض المرات كناخذ مواضيع كنسى مواضيع، ديما زيدوا ذكروني و100% راه غادي نستجيب سؤال ديك المواضيع. وكذلك واش عندكم رغبه ندير هذه السلسله؟ الا كان التفاعل كبير و100% عاوتاني وصلنا ل 1000 لايك في 24 ساعة أو لا أكثر من 1000 لايك، فغادي يكون شكر لكم بزاف، لأن غيكون تشجيع ليا نستمر في فيديوهات في الأسبوع وندير لكم هاد لي سيري هادو. تحياتي لكم، راكم عزاز، السلام عليكم.